مانيش باشير وهو مدرب وطني وكذلك اداء دولي سابق. في هذا طبعا سنه 2024 عندنا 19 ولايه وعندنا 47 نادي يمثلوا مختلف ولايات الوطن، مقسمين على البرنامج اللي سطرناه لهذا السنه اللي فيه سباقات السرعه، فيه سباقات المشي، فيه سباقات مش طويله، فيه المسافات الطويله. المشاركه كانت جيده، ان شاء الله نتجاوزوا في المنافسات القادمه ونحققوا نتائج احسن. فقط المرتبه الاولى في سباق 10000 متر مشي في المهرجان الاوراسي هنا بولايه باتنا، الحمد لله النتيجه كانت موفقه، وإن شاء الله نطلع المزيد من النجاحات في المنافسات القادمة.